عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، السلام عليكم. مرحبا بكم في درس جديد من دروس الفلسفة الخاصة بمستوى الجدع المشترك. نحن دائما أعزائي التلاميذ في إطار مجزوءة الطبيعة والثقافة، وقلنا أن هذه المجزوءة تضم أربعة محاور. محور أول يتعلق بالتمييز بين الطبيعة والثقافة. محور ثاني يتعلق بالإنسان كائن ثقافي. ومحور ثالث الطبيعة والنشاط الإنساني. وأخيرا المحور الرابع التنوع الثقافي. وسبق أن تناولنا معا المحور الأول التمييز بين الطبيعة والثقافة، حيث ميزنا بين مفهومين. المفهوم الأول هو مفهوم الطبيعة، ثم المفهوم الثاني هو مفهوم الثقافة. وقلنا بأن للطبيعة معنيين. المعنى الأول يتعلق بالطبيعة الخارجية، والمعنى الثاني يتعلق بالطبيعة الداخلية. وقلنا بأن الطبيعة الداخلية تعني ما هو فطري، أي ما هو غريزي في الإنسان. فمنذ أفلاطون وأرسطو أصبحت تدل الطبيعة الداخلية على الماهية، أي ما به يكون الشيء، أي مجموع الخصائص الثابتة لدى الإنسان. في حين تعني الطبيعة الخارجية المجال أو الوسط الخارجي، والذي يفيد مجموع القوانين التي تسري على العالم المادي. ثم بعد ذلك تناولنا معا أعزائي التلاميذ مفهوم الثقافة، وقلنا بأن الثقافة تعني كل ما ينتجه الإنسان، سواء كان ماديا أو رمزيا. أي أن الثقافة تعني مجموع المعارف والمكتسبات التي يتحصل عليها الإنسان بغاية السيطرة على الطبيعة. واستنتجنا معا أعزائي التلاميذ بأن الإنسان هو منتج ونتاج للثقافة في الآن ذاته، بمعنى أن هذا الإنسان ينتج الثقافة ويتأثر بها. لنخلص معا أعزائي التلاميذ إلى أن الإنسان يزاوج بين ما هو طبيعي وما هو ثقافي، حيث أن الفلاسفة عرفوا الإنسان مثلا كحيوان عاقل حسب أرسطو، بمعنى أنه يزاوج بين بعدين، بعد الطبيعة وبعد الثقافة. وحدده كانت بأنه كائن أخلاقي. وفي القرن العشرين تحول مفهوم الطبيعة إلى مفهوم الشرط الإنساني مع سارتر، ليكتسب هذا المفهوم دينامية جديدة. إذن هكذا خلصنا في محور التمييز بين الطبيعة والثقافة إلى أن هذين المفهومين يتسمان بالدينامية، حيث يحيل مفهوم الطبيعة على كل ما لم تتدخل فيه الفاعلية الإنسانية، في حين يحيل مفهوم الثقافة على كل ما ينتجه الإنسان سواء كان ماديا أو رمزيا. واعتمدنا على معيارين اثنين للتمييز بين الطبيعة والثقافة، هما معيار القاعدة ثم معيار الكونية. فإذا كان السلوك كونيا فآنذاك نتحدث عن الطبيعة، وإذا كان السلوك يخدع أعزائي التلاميذ لقاعدة فآنذاك نتحدث عن الثقافة. إذن باختصار قلنا بأن الإنسان هو منتج ونتاج للثقافة. إذن ما دام الإنسان ينتج وهو في الآن ذاته نتاج لهذه الثقافة، إذن سأتناول معكم
عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، محورا جديدا دائما في إطار مجزوءة الطبيعة والثقافة. هذا المحور يتعلق بالإنسان كائن ثقافي، بمعنى نحن سندرس معا المحور الثاني الذي يتعلق بالإنسان كائن ثقافي. هذا المحور أعزائي التلاميذ يستهدف تمكينكم من مجموعة من القدرات. القدرة الأولى تتعلق بتعريف الإنسان كائنا ثقافيا، وهو ما سجلناه على السبورة، أي القدرة على تعريف الإنسان كائنا ثقافيا. ثم تستهدف القدرة الثانية القدرة على تحديد بعض تمظهرات هذه الثقافة، أي القدرة على تحديد بعض تجليات هذه الثقافة لدى الإنسان. وتتعلق القدرة الثالثة بالتعرف على اللغة والمؤسسات كمظاهر للبعد الثقافي للإنسان. إذن أعزائي التلاميذ، بمعنى هذا الدرس الذي يندرج في إطار مجزوءة الطبيعة والثقافة ضمن محور الإنسان كائن ثقافي، يتغير تمكينكم من ثلاث قدرات. القدرة الأولى تعريف وتحديد الإنسان ككائن ثقافي. القدرة الثانية التعرف على بعض مظاهر الثقافة الأكثر اكتمالا لدى الإنسان. والقدرة الثالثة تتعلق بالتعرف على اللغة والمؤسسات كمظهر من مظاهر الثقافة الأكثر اكتمالا لدى البشر. إذن ضمن هذا المحور أعزائي التلاميذ، الإنسان كائن ثقافي، قلنا بأن الإنسان هو منتج ونتاج للثقافة. فكما هو معلوم أعزائي التلاميذ مثلا أن بلدنا المغرب معروف بتنوعه الثقافي، حيث يزخر بأشكال ثقافية متعددة، وتتراوح هذه الأشكال الثقافية بين شكل شفوي، شكل معماري، شكل حركي. فمثلا من الأشكال الشفوية نسوق مثالا يتعلق بفن الحلقة، ومن الأشكال المعمارية يمكن أن نذكر الأسوار، المساجد. ومن الأشكال مثلا الحركية يمكن أن نذكر فن الرقص. إذن كل هذه الأشكال الثقافية تشترك في كونها تعبر من جهة أولى عن لغة ناطقة. هذه اللغة الناطقة تمد الإنسان المغربي إلى جذوره وإلى تراثه. هذا التراث الذي ينتقل من الماضي لنبني من خلاله المستقبل، وبالتالي يتحول التراث من تراث ميت إلى تراث حي فينا ويمدنا بدروس نحو المستقبل. ثم من جهة أخرى أن هذه الأشكال الثقافية ينظمها بعدا مؤسساتيا رمزيا. فمثلا عندما نذكر مؤسسة متاحف المغرب، فهي مؤسسة تحفظ ذاكرة المغرب من زاوية أن الإنسان هو كائن تاريخي. إذن ماذا نستخلص من خلال هذا التقديم؟ نستخلص من خلال هذا التقديم أن الإنسان هو كائن ثقافي، وتتعدد تمظهرات هذه الثقافة، وبالتالي يمكن حصرها في تمظهرين اثنين. التمظهر الأول يتعلق باللغة، والتمظهر الثاني يتعلق بالمؤسسات. ومن ثم يمكن تحديد مجموعة من الأسئلة الإشكالية التي يثيرها هذا المحور. من هذه الأسئلة الإشكالية يمكن أن نذكر أول سؤال. قلنا في عنوان المحور أن الإنسان كائن
ثقافي. إذن من ثم السؤال، لماذا يعتبر الإنسان كائنا ثقافيا؟ بمعنى سؤال العلة، ما السبب لكي نقول بأن الإنسان هو كائن ثقافي؟ ثم السؤال الثاني يتعلق بكيف تتحدد تمظهرات الثقافة؟ بمعنى ما هي تمظهرات الثقافة وتجلياتها لدى الإنسان؟ ثم السؤال الثالث، كيف يمكن اعتبار اللغة والمؤسسات مظهرا من مظاهر الثقافة؟ بذلك عزيزتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، نستخلص بأننا دائما لازلنا في إطار مجزوءة الطبيعة والثقافة، وهي المجزوءة الثانية في البرنامج الدراسي، وسأتناول معكم محور الإنسان كائن ثقافي، الذي يستهدف تمكينكم من مجموعة من القدرات كما أشرنا، وإلى مجموعة منا ويعالج مجموعة من الإشكالات من خلال بعدين اثنين، أولا بعد اللغة وبعد المؤسسات.